شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تعالى وبركاته. رمضان مبارك، تقبل الله منا الصلاة الصيام والصلاة والقيام بإذن الله تعالى. أسف يا أخواني الكرام على هذه الغيبة، فمع الدراسة ورمضان فوالله لا أجد الوقت لعمل الفيديوهات. أما يا أخواني الكرام فاليوم درسي هو عن تطبيق لمشاهدة الأفلام مجانا وبدون دفع أي فلس واحد. هذا هو التطبيق، اسمه نسيت أنا اسمه. المهم فالتطبيق هو جميع في جميع الأفلام كما ترى الجديدة وما إلى ذلك. في الأفلام، هي الأفلام كما ترى، أحدث الأفلام الموجودة هنا كما ترى The Avengers فهو خرج في هذا الشهر، كما ترى يعني جميع الأفلام موجودة هنا. وهنا المسلسلات كما تريد أن تشاهد أي مسلسل تريده، جميع المسلسلات التي يريد مشاهدتها كما يعني كما ترى كفلاش، جميع المسلسلات هنا. وهنا الأنيميز يعني كدراغون بول، ناروتو وإلى آخر يعني الأنميز. وهنا الأفلام التي عجبتني والتي شاهدتها مؤخرا كدكتور سترينج و بلاك بانثر. المهم لمشاهدة الفيلم تلقط على الفيلم هكذا يعطيك يعني معلومات صور عن الفيلم والممثلين الذين مثلوا في الفيلم. كما ترى مشاهدة الفيلم تلقط هنا، تضغط على مشاهدة الفيلم أخير يعطيك يعني أنا تطبيق يعني باللغة الإسبانية، يعني تستطيع أن تسجل فيه وتغير اللغة. يعني أضغط على هنا وأخذ على الفيلم. أضغط عليه وسوف أبدأ مع الفيلم على قليل. أخواني الكرام لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة، والله ما تبدأ عمل مثل هذه الفيديوهات. فكما ترى الفيلم في ساعة و قل ساعتين استطيع أن تغير يعني من الأول إلى آخر ومن الآخر إلى الأول. هذا هو الفيلم. لا muerto. Tenías razón. فالفيلم أنا عندي باللغة الإسبانية وذكر شيء باللغة الإسبانية. أنت في عندما تحمل التطبيق أدخل إلى الموقع سأضعه تحت تحت الفيديو وغير اللغة إلى لغة بلدك الفيديو الأخير الكريم. هذا هو درس اليوم إخواني، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة وأتمنى أن تدعموني لأصل إلى المشاهدين بإذن الله تعالى. رمضان مبارك، وتقبل الله الصلاة والسلام والقيام إن شاء الله إخواني الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.